هناك استمرار في الاحتجاج ضد النظام بشكل عام، هناك شعارات إسقاط النظام، هل المقصود الحكومة فقط أم حتى رئاسة الجمهورية؟ والله المقصود من معنى شعارات الناس هو إسقاط النظام الطائفي والسياسي بالكامل، يعني الطبقة السياسية منذ الطائف وحتى الآن، بغض النظر عن طائفتها، بغض النظر عن دينها. يعني المحتجون طالبوا بإسقاط النظام، بإعادة الأموال المنهوبة، طالبوا أيضا بالكشف عن السرية المصرفية للسياسيين، طالبوا بانتخابات مبكرة، انتخابات برلمانية مبكرة، طالبوا بتنحي كامل طاقم الحكومة الموجود حاليا. يعني واضح أن هناك عدم قناعة بكل المنظومة السياسية في البلاد.